الزمن الجميل والحنين إلى الماضي تجذبان هذا الشاب ليتقمص لبس الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ليخرج في محافظة حقل متجولا بهيئته التي يستلهمها من الزمن الجميل. اخترت هذا الطريق علشان أعيش جو الطيبين وأعيش أيام السبعينات والستينات، خاصة الزمن العندليب. يعني أنا متعلق بزمن عبد الحليم حافظ، هذا شعور لا ينوصف يعني، والشعور لا ينوصف يعني، حجز الثاني يوصف ما في داخل قلبي يعني. كنت نعمل دائما نطلع من البيت على البحر، حين في اللبس هذا، حين اللبس هاي اللبس يعني، بس يعني حين في اللبس هذا كثير يعني، والناس تستغرب يعني، عرفت. تثير هذه الهيئة التي يتقمصها الشاب تساؤلات من يشاهده، وتأخذهم إلى الاستغراب والابتسامة، حيث يقوم بارتداء لبسه القديم والظهور في محافظة حقل بشكل دائم. في الناس عن الناس يعني، اللي يشوف من صغيرين يقولوا وش اللبس هذا، من وين جبته؟ والناس الكبيرة يقول ذكرتنا يعني في أيام زمان، من وين جبته؟ كل نفس السؤال، بس يعني واللي يضحك واللي يبتسم واللي يصور يعني، واللي يسوي معي مقاطع فيديو يعني اكشن كذا يعني. يحرص هذا الشاب على جمع المقتنيات التي تعود إلى الثلث الأخير من القرن الماضي، ليمتع نفسه بتفاصيلها ومن يحيط به. الرجل القديم، رجل من الزمن القديم، إنسان غريب. إحنا وصلنا 2021 ولسه في أيام السبعينات الستينات، طور من نفسه يقول. يشكل هذا الشاب حالة فريدة من التقمص الغريب بفترة مضت في محافظة حقل، لكنها تملأ وقته وتشعره بالسعادة الغامرة. للإخبارية فهد الحمود، حقل.